أستاذ أنور عندنا نائب تزوج ببنت 13 سنة، 12 سنة نائب. أوف يا ستار، هذا نائب يمثل الأمة. أستاذ أنور عندنا نائب تزوج ببنت 13 سنة، 12 سنة نائب. أوف يا ستار، هذا نائب يمثل الأمة. أقدر اسم النائب اللي تزوج بنية عمرها 13 سنة نقدر نعرف منه؟ لا لا، هذا ملفات سرية بعد البرنامج أقول لك. لا أفضحه والله العظيم، هتقولي لي تحت البرنامج فوق البرنامج، أنا أفضح أفضحه يعني. يعني زين، هي يعني هو هذا الشخص يتباهى، يعني متباهي إنه تزوج واحدة عمرها 13 سنة؟ هذا الشرع، شرع يقبل. ها زين، معمم لو أفندي؟ لا أفندي. أفندي بصورة عامة يعني ملابس اعتيادي. سني لو شيعي؟ شنو؟ هو هسا تحقيق؟ اعتبري عندنا تحقيق؟ اعتبري تحقيق. سني لو شيعي؟ بالله عليك، بالله عليك، سني لو شيعي؟ شيعي. يا معودة خلي حكومة توصلهم طيب؟